دهانات تخطيط الشوارع لها مقومات خاصة وهي من نوع خاص يختلف عن الدهانات العادية في استخدامات أخرى، فمن المفروض أن تتميز تلك الدهانات بمقومات تتحمل فيها الظروف الجوية، ارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها، بالإضافة إلى قوة مقاومة الطلاء لكل الظروف ولكل المتغيرات. هناك شركات كثيرة تتنافس في تقديم خدماتها من أجل التعاقد مع جهة ما لتنفيذ مشروع ما في مكان ما، ولكن في العراق وتحديدا في محافظة النجف ظهر مواطن نجفي غاضب، ظهر في مقطع فيديو يشتكي فيه من نوعية طلاء الشوارع الأصفر الرديء غير المقاوم، متسائلا عن ضمير المقاول الذي استلم مشروع تخطيط الشوارع وسلمه بهذه الطريقة الغريبة وبهذا الشكل وبهذه السهولة التي يمكن لك من خلالها أن ترفع الصبغ أو الطلاء بهذا الشكل. ها هو يتفتت أمامكم، المواطن استغرب وأنتم أيضا ستستغربون لذات السبب. صواريخ عمي، السلام عليكم. زين طبعا لقينا هاي الحالة الموجودة، هذا الصبغ ما أدري اسمين شنو هذا، يعني هذا ما أعرف شنو، المحافظ، انت هاي مهندس المقيم اللي عندك شنو مرشي هذا من قبل المقاوين؟ هنفتهم ماكو شيء عندنا، هذا مو صبغ، هذا شكر لمه رحمه الوالديك، هذا كل الشارع عندك عمي. اذا لم ترد اي جهه حكوميه معنيه على ما جاء في مقطع الفيديو، على الرغم من ان بلديه محافظه النجف تنشر على حسابها في فيسبوك الاعمال الجاريه والجهود المبذوله لرفع الانقاض والنفايات بشكل يومي، بالاضافه الى الخدمات الاخرى الروتينيه اليوميه التي يقدمونها للمواطن وينفذون تلك الواجبات. يبقى هذا المواطن طبعا مصدوما متسائلا، اكو هيك شيء؟ وين المقاول؟ هذا الصبغ شكر لمع، ليش هيك تسوون بمدينة أمير المؤمنين؟ أما ردود الأفعال والتعليقات والآراء كانت كالتالي، سنبدأ من تعليق كتبه حسين أحمد. يقول حسين أحمد في تعليقه، يقول: إخوان، ترى المشاريع غايتها إسعاد المواطن النجفي، يعني تخيل طالع ضايج تروح تشلع بالصبغ والتبليط وتتونس وترجع للبيت. تعليق من سيف على الطفيلي: ترى أو تدري هذا يعتبر تخريب ممتلكات الدولة، ويعرفون يرفعون شكوى عليه، لأن هسه بالفيديو هو جاي يخرب الصبغ، انتبهوا من هيجي شغلات. أيضا هناك مداخلة من علي يقول: مشاريع النجف أفسد مشاريع راح تصير بالعراق، فساد الفساد بخمط، هي هاي ثورة الإعمار الوهمية. هناك أيضا تعليق من علي الحساوي يقول: طبعا هاي المخازن متروسة أصباغ منتهية الصلاحية، والمهندسين تركض تشتري بنص قيمة، واللي يشتغل زين ما يردوا ولا يدنوا يمهم، يردون كل تلزيق شوكة ضمائرهم تشتغل ما أعرف. أيضا هنا تعليق من ست بروكة تقول: ست بروكة، عبالك مصبوغ بالخريط، ما أدري بالساهون،
شغل كله شفيان شر مشتغلينه ومعطلين العالم عن أشغالها وسادين الطرق، يا ريت الشغل يسوى. هنا تعليق من علي يقول بعد قولوا الحكومة ما بها خير، البسكت صار بالشوارع، هسا عوفك من المحافظة الفازة وبالانتخابات، وين هم يشوفون؟ معقولة ماكو واحد تعدى من ناية وشاف لو كل من لزم الكرسي وسد عيونه وحلقه؟